الغالي ونكمل على خاطر ترى خلود راه والله هو حمزه رحب بيا ونور لي مرحبا بيك خويا مرحبا بيك ساعة والله فرحانين برشا برشا بوجودك اللي انت تحديت المطر والبرق والرعد والريح وكل شيء وكل شيء تحديت وجيت بحضنا بيان سور باش تعطينا الكونتوني بعد شويه في القانون جواش بحضرتنا نعرفوه اكيد بعد شويه اللي كنت توا باش نمشيو نسمعوا حمزه اش محضر لنا اليوم بالضبط تصير فيه هيتش عندك هيتش عندك هيتش عندك يا مرحبا يا مرحبا وعلى السلامة. العنوان هو العظام تزفر لبعضها كما حكينا البارح في جزء الأول. اليوم الجزء الثاني وصلنا البارح تحديدا كيفاش خلطت السفينة وهزوا الرئيس متاع السفينة باش يقابل التاجر الكبير متاع السفينة. قال له سلام سلام مرحبا بيك يا بابا. قال له يفضلك يا وليدي. قال له ما يجيش الكلام توا يا بابا، عندك شكون نازل عنده في البلاد؟ قال له الحق الحق يا وليدي ما نعرف حد وما عندي حد. قال له ملا تهبط عندي معزز مكرم ومضيف. قال له ضيفت الرسول 3 ايام. انت جاي مصفر مرحبا بيك بابا، انت واهلك في دار الضيافه، كيف ترتاح وتشد حيلك؟ اتو نحكيو يا بابا. مشى معاه هك الشايب هو وبنته، وقام هك التاجر بالواجب وزياده. بعد 3 ايام قال له يا بابا الجاي قاصد في هالبلاد. قال له يا وليدي الحال حال الله والمكشوف والستر عند الله، اما عندي شويه فلوس نحب ندورهم، اتعاونيش انت. قال له قداش عندك يا بابا؟ مد هاك الشايب مصر صغير صر معبيه بفلوس، مدها لك التاجر. هو حلها وترشق بالضحك. قال له شي ضحك فيك يا بابا؟ قال له الفلوس هذي ما تعمل حد شي في هالبلاد، حتى باش تشري معزه وتحلبها وتعيش بها ما تجيب لك شي حتى يترحلي. يا بابا البر هذا راهو ياسر غالي. تكدر هاك الشايب. قال له يا وليدي متأكد ما يعملوا لي شي؟ قال له يا بابا وراسك راهم ما يعملوا حتى شي، اما هو عندي لك اقتراح وحل كان يساعدك نكون لك من الممتنين وينزح همك وهمي. قال له احكي لي هاني نسمع فيك. قال له يا بابا اهل البلاد ما يعطيوش بنتهم البراني، وانا رغم عندي سنين الله نخدم معاهم وفلوسي ندور فيها عندي سنين ما نعرفش على خلاها وين، ورغم هذا الكل ما نجمتش نكمل نص ديني. يا بابا انا ريت عندك ومعاك بنية تهز العقل، كان ما عندها حتى حد في حياتها زوجني ليها ونكون لك زادة من الممتنين وتولي من اهلي وعيلتي، والمهر اللي باش تاخذه مني يكون لك مساهمة في التجارة معايا وتولي شريكي. اش قولك يا بابا؟ فكر 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 هك الشيب، ومنها قال له يا وليدي تو نشاورها والمعينة والشورى بيد الله والامر في الاخر بيدها هي، نشاورها ونرجع لك. ومشى هك الشيب لبنته وحكى لها اللي صار الكل من الالف للياء. قالت له بنته الراجل لبس عليه يا بابا، وزيد فوق هذا طيب ودخل للبيت من بيبانها، واحنا هكا هكا ترى لا عنا لا والي ولا تالي في هالبر. انا موافقه يا بابا، واللي تعملوا انت مبروك. فرح هك الشايب ورجع للتاجر بالموافقه، وهك التاجر ما نحكي لكم شي قداش فرح. باس يدين هك الشايب وقعد يحكي له. قال له يا بابا انا جيت غريب لهالارض، كنت خدام عند سيدي ما فهمتش علاش طردني، ما فهمتش علاش طردني سيدي ولوحني، اعطاني وزني ذهب وبعدني على محبوبتي. ذهب الدنيا وما فيها ما يشريش ساعه بحذاها، اما الحمد لله يا ربي هو نعم علي يا ربي بنتك. كيف سمعها الشايب الحكايه ثبت مليح في هاك الراجل، ماك تعرفوا الزمان والهم والغم يبدلوا، ومن الضعف اللي كان فيه هز صحته، الخير عمل مفعوله وظهر عليه. بكى هاك الشايب وطاح يبوس فيه وقال له يا وليدي يا وليدي سامحني، يا وليدي سامحني على اللي عملته فيك وفيها. قال له شبيك يا بابا؟ تحجب هاك التاجر. قال له ثبت فيا مليح، زيد ثبت فيا. خزر له. قال له ليه زيد ثبت فيا. هاك الشايب الضعف والمرض بدلوه، بدلو من شكله، ثبت فيه ثبت فيه ثبت فيه، ترشق بالبكاء. قال له يا سيدي سامحني، انت كان عملت لك حاجه تخليك تطردني وتعان قزوز. حكاية هاك الشايب تاجر الحكاية من نولها لاخرها وعلاش تردو، وكانت المسافة تبعد ولا تبعد ولا تقرب، والمكتوب كاتب باش يصير باش يصير. اي يا جماعة ما نحكي لكم شي، قامت العراس وقامت الافراح وصار عرس كبير كبير من اروع العروسات
في هك المنطقة وهك البلاد. هك الشايب القى ولده اللي لوحه في خير وسلام، عائلة من المحال كانت تكون وكانت تضمحل، وحكايتنا طابة طابة والعام الجاي تجينا صابة. تحو تفحتين يا أمير، واحدة ليا واحدة ليك ولسمعي. هذيك الساعة ايوا اش قولك؟ والله فريمون مؤثر والله. انا راهو حمزه يهزني العالم اخر، راني نعيش معاه كريمون القصه، نبدا بتصاور يعني ها مؤثره القصه. اي صح حلوه القصه، سيرتو عجبته التفاحه مية في الاخر. كيفاش معناها تعرفش على الزمان كيفاش يكون؟ واهم شيء واهم شيء يكون مليح. اي كل كي يعرضك اللي عمل لك عمله قبل يقمرك ما يلقاك فيه. يقمرك تضعف ما لقاوش. ريت كيفاه انت من الاول، ريت كيفاه من الاول، معناها هي راهي الحكايه فيها عبره نور، فيها حكمه كبيره كبيره على الاخر. من الاول كيفاه مشى للحكيم وقال له راهو العظم متصفر لبعضها، قال له راهو بنتك باش تاخو الخديم نتاعها نتاعك، فهمتني؟ قال له كيفاش وعلاش كذا وكيفاش بنتي انا وكذا، تو نطردوا. قام بالواجب ستاجر وطردوا، قال له نعطيك وزنك ذهب، وهجوا من البلاد وطيروا من البلاد، ولا ما عادش يترى الشخص هذا، ومشي يا زمان ويجا يا زمان. دارت الدنيا خوي. التاجر ولا ما عادش يقدر، الدنيا دارت به، قال لازمني نسافر. كي مشى يسافر سقيه هزته وين؟ هزته لك اللي طردوا كل عام، لك اللي طردوا، لك اللي عرفت الكلمه رجال تتلاقى هذه هي. ليه والمكتوب عاجبين لازم تشوفوا العين، هذه انا اللي العبره اللي شفتها. اما راهو في البرد هذا العظم ما تزفرش، اهم حاجه فيها تقول فيها وهم. واهم حاجه يا نور المكتوب، اهم حاجه المكتوب. شوف كيفاه معناها زوز معناها طلعوا يحبوا بعضهم. خلود ما فهمتش العظم يسفر، فسر لنا خلود باش نحكي. هو هذا فسر لنا، هو هذا الطفل يرقد ديام عند السلطان هذا، السيده هذه لاباس عليه، فهمت؟ يا اخي تعدى لقى العظم نتاعو يصفر وعظم بنته يصفر، باش يسال راجل. هذه الفيرسيون نتاع امير، قال له شبيه العظم يصفر؟ قلت له نحكيوها لك احنا الفيرسيون نتاعها. العظم يصفر ولا باش ياخذوا بعضهم؟ اي ما هو فما شطردوا، فما يعني مقوله يقولوها القلوب تزفر لبعض. هو حمزه اختار قال العظام تزفر لبعض او العظم. الوغ ايه بعد اخر هذا، حتى انا قلت بعد اخر اختيستيك. العظم الحمراء العظم البيضاء فوالا اكزاكتو، العظم مفقود فوالا اكزاكتو. يعطيك الصحة خالد، مشكور جدا حمزة. وكانت هذه هيتش عندك، هيتش عندك، هيتش عندك. يا سيدي احنا مازلنا متواصلين معاكم، وفي بالكم في دولتنا التونسية حقوقكم كل مكفول. الحمد لله الحمد لله، مادام القانون موجود ومادام عندك الحق باش تقاضي هكا ولا تعرف لي حقك مكفول. انا نقاسيو نقاضيو، اما احنا باش نكتشفوا كيفاش نجم تقاضي ويكون عندك الحق هذايا، كيفاش تتمتع به بيان سور. بعد شويه مع خلود، ولكن تو سويت مكملين بموزيكا ورجعنا.